سبع عندي في الحبس. علاش ما قلتوش لماذا ويوم نفكرناهم 11 مليون؟ مريم مرضية ومريم مهدية ومريم المرضية ومريم ما بحالها حتى واحد. الحبس كلالي عمري. ثلاثة المحاميين اخوتي، الصاير ديال الدار، المدرسة دولادي ودولاد بنتي، البدوية وبناتها ما بغاوش الصح. علاش ما قلتوش البدوية وبناتها طلبناهم 11 مليون؟ قولوا طلبنا 11 مليون وما بغاوش يعطيوها لنا، عطينا غير ستة. قلت انتم ما تعطيوش التنازل من غير 11 مليون. الله يعاون. نساوني بنتي حبسها غيدوز ونسيبي حبسه غيدوز. كتسمعوني؟ انا عندي في الحبس السبع، عندي السبع، عندي السبع، وعندي فيه الف راجل. ويلا قلت السبع السبع، خليوني نهضر اني غنجيب هاد المناير عباد الله، نبيع الدار ونقعد في الشارع. انا مع ولادي ضالمين ولا مظلومين، دايرين الزينة ولا دايرين الشينة، أنا مع ولادي حتى الأخير عرق في حياتي. واللي كيبغيني ما يدوزنيش، راني في البير وما لقيتش كندير نطلع. علاش هاد الشيفورة ما خرجتيش وضحتي؟ علاش كتقولي لحولي؟ الحولي قول البدوية دير الحل. علاش ما قلتيش البدوية طلبوها 12 مليون؟ علاش هاد الشيفورة علاش؟ راكي كنتي تدي مسجونة، ما تجي حتى مع واحد، اجي مع الحق. شوية عليك، شوية عليك، انت دوي بشوية عليك، دوي بشوية عليك، انا مزوقك.